أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا بأولى فقراتنا بالأستوديو. بنحب نحكي عن الفعاليات، فعاليات مهرجان المسرح الأردني اللي حتنطلق اليوم مساء تحت رعاية معالي وزير الثقافة نبيه شقم بحضور ومشاركة عربية وأردنية واسعة، ورح يستمر لمدة 4 أو 5 أيام. مظبوط أستاذ محمد، 8 أيام. طبعا التفاصيل راح تكون مع ضيفنا الكريم الفنان والمخرج محمد دمور. أهلا وسهلا فيك، صباحك سعيد. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير لكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. هي حتنطلق اليوم والختام حيكون ب 22 الشهر. احنا اليوم 14 الشهر اللي هو تاريخ انطلاق هذا المهرجان من 91 على فكرة، يعني في دورته ال 24 يعتبر من المهرجانات اللي موعده ثابت لأنه مرتبط بعيد جلالة المغفور له جلالة الملك حسين. ف 14/11 دائما بيبدأ. هلا فترته هي اللي يعني انتهائه مرات بينتهي ب 21، مرات 22، مرات حسب المرة، هي على حسب بالضبط حجم الفعاليات الموجودة. طب خلينا نحكي عن الانطلاق اليوم إن شاء الله. الانطلاق اليوم إن شاء الله على خير، بس خلينا نحكي عن شو اللي بيميز المهرجان في دورته ال 24 لهذا العام عن ال 23 دورة السابقة. يعني هذا يعني أشكرك على هذا السؤال لأنه هو أحمى واحد وأقوى واحد تقريبا. احنا هذا العام بالتحديد رفعنا شعار التغيير والتجديد والتطوير. كل المسرحيين الأردنيين من فترة عم بيطالبوا بالتجديد والتغيير، فاتخذنا هذه الخطوة. واتخاذ هذه الخطوة بصراحة ما كان سهل، كان يعني بده جرأة، وهذه الجرأة كانت بحاجة لإيمان من المسؤول بحيث أنه تقدر تأخذ هذه الجرأة. فكان في إيمان من معالي وزير الثقافة نبيه شقم بمسألة التغيير بشكل عام، وأعطانا دفعة وثقة، وإحنا كنا يعني تعاملنا مع هذه الثقة بأنه بدأنا الخطوات باتجاه التغيير. التغيير بمعنى أنه لابد من التجديد في كل نواحي المهرجان، من الناحية الفنية ومن الناحية الإدارية، وهذا ما حصل إن شاء الله، وهذا اللي راح ينعكس على هذه الدورة. يعني هذه الدورة راح تكون بإذن الله تعالى راح تكون مميزة نتيجة لهذه التغييرات. مثلا من الأشياء اللي كانت صعبة جدا إنه بالعادة كانت وزارة الثقافة تنتج كل عام من 5 إلى 7 أعمال إنتاجها الكامل مسرحية. أعمال مسرحية، هذه الأعمال كلها كانت تنتقل لهذا المهرجان بدون رقابة، بدون مشاهدة، بدون، فتنتقل كاملة ولا تعرض إلا العرض الأول في المهرجان. وهذا بخليك أمام واقع، يعني أمام حالتين، يا إما فشل يا إما نجاح، أن يفشل هذا العمل أو، لكن الخطوة اللي اتخذناها هذا العام بأنه بعد ما تم إنتاج الأعمال خضعت كل الأعمال للمشاهدة الفنية، يعني ما كانش في عندنا أي الفني. ما كان في عندنا أي تحديد للمخرجين إلا الجودة الفنية. فتم اختيار الأفضل لتمثيل الأردن في هذا المهرجان، وهلا راح نحكي طبعا عن الفعاليات اللي راح تشارك من الأردن والعربي. إذا هذا هو خلينا نقول جوهر المهرجان لهذه الدورة اللي هو التغيير صحيح. في الأعمال المسرحية اللي ستشارك وستعرض ضمن هذا المهرجان. طب خليني أحكي عن المشاركات العربية، الضيوف اللي راح يكونوا موجودين، الفنانين. بالإضافة طبعا من الأشياء للتغيير أو اللي اتخذناها هذه الدورة هي استحداث جوائز. يعني هذا المهرجان كان بدون جوائز، الآن في 23 دورة سابقة كانت بدون جوائز؟ كان في فترات كان فيه، لكن توقفت من 2006 كان آخر مهرجان. الآن كان في عنا خطوة برضو جديدة هذا العام بأنه أعدنا هذه الجوائز لرجع فكرة المنافسة من جديد ما بين الجوائز. عبارة عن ماذا يعني؟ الجوائز هي معنوية، عبارة عن درع عين غزال اللي معمول بشكل شوي محدث، جائزة أولى اللي هي اسمها الجائزة الذهبية لأفضل عرض متكامل، والجائزة الثانية اللي هي الجائزة الفضية لأفضل عمل متكامل، والجائزة البرونزية.
فبتنافسوا على للعمل كعمل مش للعمل كأفضل كعمل. ممثل أفضل مخرج لا ما في جوائز تفصيلية في هذا المهرجان يعني هو نجاح العمل بنجاح الفريق يعني صحيح. لما يكون متكامل صحيح. أكيد عناصر العمل المسرحي يعني صحيح. هي اللي بتنجح ناجح. العمل ككل يعني للضيوف والدول المشاركة في هذا المهرجان برضو كمان من اللي بيميز هذا المهرجان وهذه الدورة بأنه مساحة الضيوف والأعمال المشاركة أوسع شوي فعنا احنا 104 ضيوف اللي بدأوا من امبارح يتوافدوا واليوم طبعا احنا هلا انا معاكي والمطار شغال يعني الشباب شغالين في المطار في استقبال الوفود راح يكون معنا مشارك في هذه الدورة الجزائر السودان مصر وفلسطين العراق الامارات والكويت هذه الدول العربية اللي مشاركة معنا طبعا احنا تقدم لنا 23 عمل لكن لانه رفعنا شعار الجودة الفنية تم اختيار 7 فقط من 23 طبعا 23 عمل تقدموا من 10 دول عربية لكن سنحت الفرصة فقط ل7 دول للمشاركة احنا من الأردن زي ما حكيت لك برضو كمان صار في منافسة محلية ل وفاز خلينا نسميه أو راح يمثلنا في هذه الدورة مسرحية شواهد ليل للمخرج الزميل خليل نصيرات هذه اللي راح تدخل باسم الأردن في المسابقة مسرحية واحدة لكن في عندنا مسرحيتين أردنيات راح يكونوا خارج المسابقة أيضا في كضيوف على المهرجان طب عرض المسرحيات راح يكون في هذه الأيام أيام نعم. المهرجان نعم. هل فقط للنخبة أو النقاد ولا ممكن العامة أنهم يحضروا هذه الدعوة عامة هذا المهرجان أصلاً هذا المهرجان معمول للناس مش إحنا بدنا نعزز ثقافة المسرح نرجع الناس للمسرح والحمد لله رجع يعني في بالسنوات الماضية كان في عنا يعني ما يميز كل المهرجانات الأردنية إنه صار في عنا كثافة في الجمهور إلى درجة إنه المقاعد بطلت تكفي يعني صار المطلب السنة الماضية أكثر مطلب طالبونا فيه طالبوا وزارة الثقافة إنه زيدوا المقاعد وسعوا المسارح وهذا يعني شيء طبعا احنا كثير سعيدين فيه طب العروض اوقاتها استاذ محمد للي بيسمعونا الان يعني احنا قلنا انه اليوم احنا بنبدا يوم الافتتاح وبرضه الافتتاح راح يكون في عرض والافتتاح برضه كمان في عندنا افتتاح جميل اليوم يعني ومهيئ راح يكون في عندنا فرقة دوزان واوتار وراح يكون في عندنا مسرحية برضه مسرحية هاي كانت يعني موجودة لدعم مسرح الشباب ومسرحية برضو كمان اللي فازت في مسرح الشباب هي نفسها اللي راح تكون اليوم بعد هيك راح تصير الفعاليات كل يوم مسرحيتين مسرحية الساعة 7 على المسرح الدائري في المركز الثقافي الملكي ومسرحية الساعة 8 برضو بالمركز الثقافي الملكي على المسرح الرئيسي فيوميا المشاهد بيجي بيحضر مسرحيتين في مسرحيتين كل يوم والدعوة عامة جميل وبالعكس بنكون مش الدعوة عامة وبس لا وبنكون سعيدين فيهم وحتى النخبة اللي احنا بنحكي عنهم بيتركوا مجال يعني كثير من الفنانين بتلاقي فنان يعني نجم كبير ناس جايين يشوفوا لكن لما بيشوف حدا أول مرة بيدخل على المسرح بيقوم من على مقعده وبيقعد الجمهور اللي احنا اصلا عاملين هذا هو الفنان اصلا عاملين هذا الفعل هذا هو الفنان صح طب هل الحضور وتفاعل الجمهور مع المسرحيه او مع العرض يؤخذ بعين الاعتبار كلجنه تحكيم مثلا في تحديد المسرحيه نجاحها او لا سؤال على فكره كثير حساس بس خليني انطلق من شغلتين على فكره جمهورنا الاردني وهذا الحكي ما ببالغ جمهورنا الأردني الآن كل الدول العربية بيحسبوا له حساب لأنه جمهور واعي ذواق وما عنده مجاملة اللي ما عجبه بقول لك ما عجبه فعشان هيك على الأغلب نتائج التحكيم دائما بتجي قريبة جدا من رأي الجمهور ما بتكون بعيدة ولا متناقضة معه فلا هم طبعا ما بياخذوا لجنة التحكيم في عندها آلية
محدد الآلية، في ستاندرد الآلية لها علاقة في 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 الإضاءة وعلاقتها مع العمل، هل فادت العمل أو ما فادت العمل، في أشياء تفصيلية. هذا الممثل اللي تألق أو ما تألق، أكيد المشاهد العادي له يمكن ما ينتبه عليها، له زي ما بيقولوا إيش المشهد العام، المشهد العام، الصورة العامة، المشهد الصورة العامة بيحكم عليه. بس لا، لجان التحكيم في عندها آلية معينة. يعني أنا بدي أتمنى لكم كل التوفيق أستاذ محمد بهذا المهرجان، وإن شاء الله يلاقي النجاح زي ما نجح بال 23 دورة السابقة، يعني إن شاء الله. يعني شكرا لك على الاستضافة، ومرة ثانية من خلال هذا المنبر بنأكد على أنه هذا المهرجان موجود علشان الناس، ودعوة عامة لهم، بأي لحظة ممكن سعيدين بوجودهم معنا. شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لك.